هل سجود التلاوة والشكر وصلاة تحية المسجد لا تجوز في أوقات النهي؟ سجود التلاوة صحيح أنه يجوز في أي وقت، لأنه ليس صلاة وإنما هو عبادة مستقلة تابعة لقراءة آية سجدة، في أي وقت قرأ آية سجدة فإنه يسجد. وكذلك سجود الشكر ليس له حكم الصلاة وإنما هو عبادة مستقلة، فلا بأس بفعله في أي وقت. نعم. تحية المسجد، وتحية المسجد على الصحيح أنها تفعل إذا دخل المسجد في أي وقت. إن شاء الله. نعم. الحمد لله.